يخليك والنبي الله يخليك. اوعي سيب الحاجه دي. والنبي اوعي. والنبي الله يخليك. يا لهوي بقولك سيب الحاجه. انا بقولك بالراحه ثانيه هو مدي ده عليك. طيب اتكل على الله. يلا انت ساكن فين؟ بقول لي انت ساكن فين؟ عايز اعرف كده. قول لي كده. قول لي يا عم انت فين؟ انا مش زعافه. قولي لي الخضار ده انا هشتريه، انا محتاجاه يا ست. انت راجل مش محترم وحش. حقك عليا. انا مريض. انت مريض والله. يا عم امشي عشان والله العظيم هقل منك. والله هقول لك على حاجه. طيب لا ما تقوليش، ما تتكلمش معايا. ممكن تقف في سوق بره، تقف في حته تكون شعبيه، لكن هنا معلش ما ينفعش. والله العظيم يا باشا انا هخلص الخضار ده واتكل على الله. يا حاجه مش هينفع تقف هنا. فين يا باشا؟ بقول لك المنطقه دي ما فيهاش اي حد بيبيع. والنبي قول لي ابيع، خلصت المنشي على طول. باشا دلوقتي هسالك سؤال يا فندم، حضرتك شايف اي حد بيبيع اي خضار هنا في الشارع؟ ماشي يا مش عامل قلق يعني. ليه قاعد على جنب هنا يعني؟ ما عملتلكش حاجه. ما احنا بننظف المنطقه من الاشكال دي. انا نزلت مخصوص على فكره، انا شايفك من فوق. ناس محترمه يا عم. ايوه انت بقى راجل محترم زي ما بتقول، ما تجيش على حد غلبان. اتكل على الله. انت بقى ساكن فين؟ قول لي. هو ملوش دعوه هنا يا دي ولا يا عم. تقعد في اي حته. ده بيتك. يلا يا عم اتكل على الله. يا عم مفيش بالراحه. بص المحل بتاعي اهو، عايزه تيجي تقعدي عندي هنا قدام المحل تفرشي وانا ممكن. يا باشا ما تشجعهاش يا باشا. لا بس ما تشجعها، ما تتحدش. دي واقفه، ما تتحدش واقفه بتبيع. هاتي بقى الحاجه دي. يلا الله يخليك. همد ايدي عليك. الله يخليك. ابوس ايدك. الخضار ده لو وطيت تبص رجلي مش هديك الحاجه. الله يخليك. طب خلاص روح حته ايه؟ حاجه ايه اللي مش شايفه؟ فين غابتك هنا يعني؟ بيتي هناك خالص، بس انا اختي بتعدي هنا كل يوم بتقول لي المنظر مش لطيف يعني. ربيتك هناك، سيبها هي قاعده هنا ولا تقعد في اي حته. ازاي بقى منظر زفت خالص. انا هخلصهم انا هخلصهم على طول. طب بص بعد اذنك ما تقوليش عشان ما يعملش. انا هعمل معاكي. بص هكسر عظمك لما قمتي في حته ثانيه. ما هي حاجه كل ما ربنا يرزقك. بص حتى لو اول الكوبري كده حتى الناس رجلي ماشيه كتير. انت مصدق ان دول بيسترزقوا؟ بتلاقي حراميه دي. اوعي سيب الحاجه دي. اوعي والنبي الله يخليك. يا لهوي بقولك سيب الحاجه. بتعملي ايه انت؟ هتشتريها انت؟ هشتريها. والنبي سيبهم بقى الله يخليك. انت من شويه قلت ما ينفعش تقعد كده. ما ينفعش تقعد في الشارع. ايوه لكن تقعد على جنب مالكش دعوه. الله يخليك. سيبي الحاجه. عملت ايدي عليك. الله يخليك. سيبك ايدي عليها ليه؟ انت مالك ومالها؟ اتقي الله. ما عندكش اخت، ما عندكش ام. ما هي وليه يعني؟ ما هي وليه هتعمل لو في راجل يقولها مش هتقعد. عيان عيان مرمي في المستشفى عيان. مش هتقعد الاهل. انا مش بتاعه شارع. ما هي باينه عليها. انت مالك؟ انا بقول له هتلاقي مكان تقعد فيه. انت شايف هنا أصلي. هنا مضايقك هنا تقعد فيه. انت مالك؟ الله العظيم يا رب كل ذنب عظيم. اسمع احمد لو سمحت معلش من غير ما لا اسمع كده. بص احنا بنتكلموا نفهمه الراحه. خلاص لا لا ينفع المنظر ده؟ عايز ده يرضي ربنا. ده يرضي ربنا. انت بتعمله برضه ما فيش ربنا. ثواني بعد اذنك. ثواني كلم الدكتور. انا راجل محترم. انا راجل محترم. انا بفهمه الراحه بقى. اقول لك على حاجه، اي حد هيفكر هيجي على دي محدش هيبص. بس برافو عليك. انت كلامك غريب. واحده واقعه قاعده بتبيع حاجه. مالك ومالها؟ والله ما دفعت ثمن الخضار. بص حاجات كلها اصلا مش مكمله 100 جنيه. لو انت قعدت في كافيه شربت حجر هتشرب بثمنها. ما دفعتش ثمن. وتقولي لي اصل انا جوزي ولا ابويا عنده كانسر وابويا بيموت. انا مالي ابوك بيموت؟ ما يموت يا عم. هو انت مالك؟ انت مالك؟ انت راجل مش محترم وحش. حقك عليا. الله يخليك يا بنا مش وش بهدلك. الله يخليك. وليه بتاعتي يا بت انت؟ بقول لك ايه؟ بقول لك الخضار ده بكام؟ هقول لك انا هريحك. انا الخضار ده بكام؟ حرام عليك. قولي لي الخضار ده بكام؟ انا مش زعافه. قولي لي الخضار ده انا هشتريه، انا محتاجاه يا ست. ست مثلا لو راجل كنا نقول لك غوايه في داهيه، لكن دي ست ما ينفعش. ممكن يكون عندها ولايه. حس بحد عشان حد يحس بيه يعني، فاهمني؟ خضار بتاعك ازاي؟ انا بتكلم كده وانت ساكن هنا؟ مالك شكل عيش هنا اتكل على الله. يعني هي تبيع كده عادي؟ اه تبيع هنا عادي. يلا يا عم يا باشا بعد اذن حضرتك. والله انت حضرتك اتكل على الله. روح عند بيتكم يا عم، واللي يجي عند بيتكم اعمل لك. انا مريض. انت مريض والله. يا عم امشي عشان والله العظيم هقل منك. والله يا رب. اقول لك على حاجه. طيب لا ما تقوليش، ما تتكلمش معايا. قلبك الطيب ده هو اللي موديكي في داهيه. هو قلبنا الطيب ده اللي بيودينا ورا على فكره. في مثل بيقول لك اللي يصعب عليكي في قيرك يا حاج. الله يخليك يا بيه. كام الجزر ده؟ زي ما انت عايزه، زي ما انت. شوفي انت، شوفي انت. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عايز حد يشتري منها بصراحه. ليه؟ انت عارفها يعني؟ معرفهاش. ليه كده؟ ليه؟ بس انا بتغاظ من جوايا لما حد بيشتري منها. ليه هو الحي هنا عندها لك الحي. لا والنبي ابوس ايدك، ابوس ايدك. انا يا بنت نروح على الاسم وبركه. لا 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 اسم ليه؟ مش مستاهله اسم. طيب لا تعالى بقى معايا على الاسم عشان دي وليا، ما تجيش عليها. دي الله
بالله هشوف بتاعتها وامشيها. طيب يا سيدي انت بوليس، انت حقك اتشوف. كمواطن انا مواطن يا بنتي بقول لك هشتريه. هشتري منها؟ طب اشتريه. انا بقول لك مش هشتري منك. اشتري انا بقى هشتريه بكام؟ زي ما تاخديه زي ما تاخديه. لا قولي لي انت عايزه والله زي اي حاجه. هاتي اي حاجه خليني امشي. هاتي اي حاجه. هاتيهم. خدي 50 جنيه اهو. 50 جنيه مره واحده؟ انت مالك يا اخي عايز ربنا 50 جنيه؟ انت ولا عايز ايه؟ ولا ترحم ما تخلي رحمه ربنا تنزل. انا عايز اشتري لابني لعبه ب 200 جنيه. انت مالك؟ ايه يا حاج؟ طب ليه يا حاج حضرتك؟ انا قرينا الدرس. امشي بقى يلا اتفضلي. اقعدي الناحيه الثانيه. هشيلهولها هنا يا جماعه. خالص طب ايه تقعدي الناحيه الثانيه؟ عايز فيها حاجه دي؟ عشان تبقى بعيد بس كده. بعيد المنطقه دي خالص. اقعد في الطريق يا عم. يا طب انا بعيد عن جهتك بعيد عن عمارتك. انت ساكن هنا. هي تقعدي الناحيه الثانيه. اسمي حازم يا عم. يا عم حازم انت يا باشا تقعد بعيد عن عمارتك. لو اتصورت دلوقتي لو اتصورت هيبهدلوك. حاجه بتاعتك. خلاص عكسك. بص الكاميرا دي يا عم. الكاميرا يا عم اتكل على الله. تجربتك بعيد يا برنامج. يا عم انت ثابت اعصابك ليه؟ احنا نشوف بس جدعان في المصريين. تعالى تعالى يا حبيبي. ده برنامج ايه؟ طب اطلع ليه؟ ده برنامج على اليوم السابع على اليوم الحلزومه. بنشوف تجارب يعني اجتماعيه لجدعان في المصريين. يا عم المصريين انا استغربت. انا استغربت ان انت كده حد غريب مش واحد مصري مش واحد ابن بلد اللي هو ايه قومي وامشي وبتاع وبتاكل ايه؟ شاف الخضار برجله. ما تتكلمش معايا خالص. راجل محترم. لا انا مش راجل محترم. يلا يا عم اتكل على الله. عادي احنا بنصحى. صور طيب صور. ده انت حالاتي دمنا والله. انا استغربت. انا قلت ايه ده؟